الآن نحن نناقش القوانين الانتخابية، ما فيهاش طهرانية، ما فيهاش حب الآخر، أفيها ضرب ليا نضرب ليك، أش بغيتي تدي ليا واش باغي ندي ليك، وكتقاتلوا هنا على دقيقة، دقيقة ما كتخلوهاش الفريق من المعارضة. عمر بلافريج كيسعى عليكم خمس سنين هذه كيطلبكم تعطوه دقيقة ما كتعطوهاش تسمحوا في نائب برلماني. الواقع كنتقاتلوا هذا يسمعونا المغاربة، الصراع اليوم على المقاعد وعلى المناصب ماشي على مصالح المغاربة. اسمعني يا الشريف، اسمعني يا الشريف، تخليني نتكلم. والصراع الحقيقي ايوا خليني نكمل، هذه هي الحقيقة المؤلمة، هذه هي الحقيقة التي تؤلمكم وليس القاسم الانتخابي. الصراع الحقيقي على السلطة وعلى المقاعد وعلى الدواوين وعلى المناصب وليس على مصالح المغاربة. أخرقتوا حالة الطوارئ الصحية اليوم أول مرة في تاريخ كورونا دفاعا عن مصالحكم. أصبر شوية غادي نرجع معاكم القاسم الانتخابي ونتناقشوا على الحالي وشوية ديال شوية الخاطر، شوية الخاطر، ما عنديش مشكل اللي قلتها غتقضي. أنا غنهضر معاكم على القاسم الانتخابي الحالي اللي دايرين فيه العتابة. بعد العتابة بحد ذاتها تتناقض مع أقوالكم اليوم. مواطن كيفيق مع الصباح، كيمشي يصوت، إذا أساء الاختيار حسب مزاجكم أو مزاج الحكومة أو وزارة الداخلية، صوته يعتبر لاغياً. لانه ما عرفش يختار. السيد اللي صوت عليه ما جابش العتابه، الاصوات ديالو كتمشي للملغات باش نحدوا القاسم الانتخابي. هذه هي اللعبه الحاليه. نمشي معكم في اللعبه الحاليه اليوم. غنديروا دائره انتخابيه فيها جوج مقاعد. صوتت فيها 40,000. فيها مرشح جاب 21,000 وتسعود المرشحين جابوا 2000. مول 21,000 غادي يدي مقعد، واللي جاب 2100 ولا 2150 غادي يدي مقعد. نفس الفيلم اللي كتهضروا عليه. نمشي معاكم للنظام الانتخابي اليوم. وقعت في المغرب وكون شاعل تليفوني جبد لك النتائج. حزب حصل على 27,000 صوت، حصل على مقعدين. وحزب جاب 26,000 صوت، حصل على مقعد واحد. هذه هي الديمقراطيه اللي كتكلموا عليها. ان كات فيغور يقدر يوقع سي عبد الله. وقع. خليك. النظام الانتخابي الحالي اليوم اللي كتكلموا عليه استمعوا وكتقولوا التعديلات اللي جات لقيطه السيد نائب احنا شو من فضلكم النظام الانتخابي اليوم ليس ديمقراطيا. اما القاسم الانتخابي ما هو الا عمليه تقنيه لتوزيع الاصوات، وكيف توزعون المقاعد على المدن؟ جاوبوني يا عباد الله، غير قنعوني بهادي، جاوب قنعوني غير بهادي. علاش طنجه كتدي 6 البرلمانيين والضرب اذا كتشد 54 5؟ وعلاش الشيشاوه كتدي 4؟ وعلاش اليوسفيه كتدي 2؟ ما هو المعيار المعتمد؟ اليس عدد السكان؟ ما مسجل، ما مقيد، ما عرفناه واش كيصوت، ما واش كيامن بكاع بالديمقراطيه ولا بالدستور؟ وكتحسبوا ياك اللائحه الجهويه دابا فرقتوا على الجهات، ماذا اعتمدتم؟ عدد السكان. وا سيدي نتبعوا كلامكم وحنا نديروا اللي صوت العام اللي فات بحال الشفقي. الشيشاوه صوتت فيها 100,000 غنعطوها غير واحد، من يصوتوا 200,000 نزيدوهم واحد. الضرب اذا وكذلك، وهذا المنطق ديالكم. نفس المنطق، ملي كتعتمد عدد السكان في توزيع المقاعد على الاقاليم في الدوائر، نظام تفكروا فيه الاخوان صحيح ولا غلط، كيضربوا على مصالحهم صحتهم، دوزوه بالديمقراطيه.
دوز انت هما كيدافعوا على مصالحهم، وانت قلتي ما قال مالك في الخمر كتدافع على مصالح كذلك، وضربتي الديمقراطيه في المغرب وضربتي التوابيت وضربتي وما قلتي ما قلتي علاش على المقعدات على 27 فقط. اسيدي انا متفق معكم هاد 27 برلمان نحيدو غنخلو غير 360 تخدم بركه على المغاربه. وحق الله العلي العظيم الى 99% ديال المغاربه ما فاهميش شنو هو القسم الانتخابي ولماذا يصلح، والله العظيم الا غنصدعين راسكم اقسم بالله المغاربه ما عارفينكم اش علاش كتناقشوا. سيد الرئيس انا ربما فمي كيجيب لي هكا، ولكن سيد وزير الداخليه انا قلتها لك صراحه، انتوما سيد الرئيس ربما انا ما كنعرفش اش كيطرا في اشغال الحكومه، ولاني المسؤول على ما وقع اليوم في هذا انقسام البرلمان، لان كل واحد ولا كيدافع على مصالحه هو السيد رئيس الحكومه بالدرجه الاولى وانتم تابعينه بالدرجه الثانيه. عوض ما تقلسوا الاحزاب وتقلبوا، لا تخلفنا على 20 بقاو 3 ولا 4 سيروا تدقوا عليهم. احنا دقينا الشرفه، احنا جينا دقينا، ها النتيجه ديال المدقه فين خرجت؟ الاغلبيه والديمقراطيه راه هي هذه. اللي بغى يقبل باللعبه تبارك الله، اللي ما بغاش يقبل راه ما باقيش نسمعوا التهديد في هذا البرلمان. استقرار البلد ضمن جلاله الملك الله ينصره، وتنميه البلد ضمنها جلاله الملك الله ينصره، والله ما نقبلوا شي واحد يهددنا، واللي عاجبه راسه راه الشارع قدامه. ما نسمعوش التهديد في هذا البرلمان، وها بارز ها الانتخابات جايه، ها بارز ها الانتخابات جايه. اللي قد على شي حاجه ينزل راه المواطن قدامه، ولكن شرع الفم وغنديروا الاستقرار وكذا وكذا وكذا. عاش الملك، الله الوطن الملك في هذه البلاد، والسلام عليكم. شكرا شكرا جزيلا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.